ما عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى اموركم تكون كلها بخير وعلى خير ان شاء الله، وتكونوا باتم الصحه والعافيه، وتكون راحة البال، يكون كل شيء موجود لكم ان شاء الله. المهم بغيت نشارك معكم طريق ما بين فاس وإفران، مهم ما بين هاد الجوج مدن هادو مشيت ليهم، بغيت نشاركهم معكم. قلت علاش لا نشارك معكم هاد الطريق هادي، تاخذوا فكره وكيفاش كيكون، واش كاين كيكون زحام ولا لا. ما كما كتشوفوا غير فاس اللي كيكون فيها شويه زحام، ما الطريق ديال من فاس لإفران ميسره مزيانه كاع، يعني الطريق مزيانه. نتمنى ان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم، ودعموني كيف العاده البنات. اللي ما مشتركش معايا في القناه يشترك معايا في القناه، واللي ما فيهش الجرس يفعل الجرس باش يوصلوا اي جديد، وكذلك تخليوا لي لي كومونتير ديالكم. اللي عجبكم الفيديو تعملوا لايك طبيعه الحال، وخليتكم مع الفيديو تهلاو ليا في راسكم، خليت لكم راحه. السلام عليكم.